تحكيم العقل والحكمة في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأزمان هي بإذن الله تقود الإنسان إلى أفضل الأحوال، لكن تحكيم العاطفة قد لا تؤدي إلى نتائج حسنة بل إلى نتائج سيئة. ولذا في صلح الحديبية لما أخذت العاطفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ومع ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة وأن من الحكمة أن يفاوض قريشا وأن يصالحها. ولذا لما جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه ويذكر له ما قاله عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر استمسك بغرزه فإنه على الحق وإن الله ناصره، يعني كان يقول القول ما قاله عليه الصلاة والسلام. وللشيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تأخذ العاطفة بالإنسان فتؤدي به إلى ضرر أكبر، لما كان غزو التتار وما جرى من فتنة عظيمة من هؤلاء وقد أدركها شيخ الإسلام رحمه الله وحارب هؤلاء التتار وكان ممن صمد وحث أمراء المسلمين وقتها على الجهاد، كان يمر في الطريق على بعض التتار وهم يشربون الخمر وكان معه صاحب له فيقول له ألا تنكر عليهم؟ قال دعهم فإنهم لو أفاقوا لعادوا إلى المسلمين فتعرضوا لنسائهم ونهبوا أموالهم وقتلوا ضعفاءهم. هذه شكمة ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.